بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل منظومة عدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد المعروفة بنونية السخاوي أو بالمنظومة السخاوية. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه ديواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحساني. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، والهاء تخفى فجر في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان، والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان. كالعهن أفرغ لا تزغ نختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجر القرب يختلطان. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. والعجل واجتنبوا أخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان. والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان. وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شاني. والياء أختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان، وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيق والياء في العصيان. وكمثل أحيينا ويستحي ومثل للغي يتخذوا في الفرقان. لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان، في يوم معقال وهم ونظير ذا لا تدغموا يا معشر الإخوان. والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان. والضاد عال مستطير مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان، ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان. وكذاك محتضر وناظرة إلى وولا يحض وخذه ذا إذعان، وأبنه عند التاء نحو أفضتم، والطاء نحو اضطر غير جبان، والجيم نحو اخفض جناحك مثله، والنون نحو يحضن صنه وعاني. والراك وليضربن أولى منك فض لله بين حيث يلتقيان. وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأنقض ظهرك اعرفه تكن ذا شان. وكذا بيان الصاد نحو حرصتم، والضاء في أوعظت للأعيان، إذ أظهروه وأدغموا فرت فت بعث القرآن أئمة الإتقان. واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتربان. وفي نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم من محل قولان.
وبيانه في نحو فضلنا على رزق لكل مفضل يقظاني، وبقل تعالوا قل سلام قل نعم، وبمثل قل صدق اعلو في التبيان. والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديواني، وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني. والراء صن تشديده عن أن يرى متكبرا كالراء في الرحمن. والدال ساكنة كذال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني. ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان. والودق ودفع يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند طائفتان. وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أتقن فه بلا كتمان. والضال ذا فاء ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان. والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمدغمان. وإذا يلاقي الراء بينه وذا في نحو ذر ونذرت للرحمن. وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخائف الإثقال. بين وأعثرنا لبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان. وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان. والفاء مع ميم كتلقف ماء أب والواو عند الفاء في صفوان. والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان. والميم مع البا في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان. كاليم ما والحق قل ومثال ظللنا لكي ما يظهر الأخوان. وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه فيفترقان. والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان. رتل ولا تسرف أتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني. أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجماني. فانظر إليها وانقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني. واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني.